le voyage en Europe. Grâce à Covid. السلام عليكم، كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هي كالعادة ما تقلبوش على عن 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 ولا خليتو في الدار. المهم الموضوع ديال دابا هو السفر بالطائرة في عصر كوفيد، السفر للمغرب. المسألة الوحيدة اللي خاص تكون عندكم طبيعة الحال اللي نركز عليها هي ما تنساوش تجيبوا معكم الباسبور المغربي، ولا تجيبوا معكم لاكارت ديزونتيتي سبان ماروكان، لانه الا ما جديتش هذا الشيء ما يخليوكش تدخل المغرب. الا كنت كنهضر على الناس اللي عندهم الجنسيه، الناس اللي عندهم الجنسيه وما كيستعملوش الجواز السفر المغربي، لا بطاقه التعريف المغربيه، خاصكم تجيبوا معكم سواء البطاقه التعريف الوطنيه واجد السفر، سينما يخليكم تدخلوا المغرب إذا لما كانتش عندكم شي ريزيرفاسيون في أوتيل. هذه مسألة مهمة. بطبيعة الحال ما نساوش البسير اللي ما خاصش تكون في التليفون، خاصة تكون في الورقة لأنه كيكتبوا فيها. هذه هي آخر الأخبار في السفر في المطارات الدولية. أتمنى لكم سفر الحمد لله بخير وعلى خير. البسير ديالنا طبيعة الحال حنا يعني كانت الحمد لله نيجاتيف، سيتادير الناس اللي بغاو يبوسونا ويعنقونا مرحبا بهم، ما عندناش مشكل، ولكن نتوما خاصكم تجيبوا نتوما شي وحده باش تقدروا تلموا عليها. مطار اورلي اون فيان دو باسي لا بوست فرونتيير. المفاجاه هو قال لي بانه خاص تكون عندي شي جوستيف دو ديبلاسمون. Et là, quand j'ai un justif de déplacement, je dois payer 135 euros. Alors, je dois avoir un justif de déplacement. Heureusement, on dit l'application d'El Khedma, ou YouTube, je suis en vacances. Ou je serai en vacances. Sinon, quand les cassidis, tu dois payer 135 euros d'amende. حنا العام كامل حنا خدامين ما خلصناهاش ني في الكونفينمون الاول ولا في الكونفينمون الثاني. الوغ سي ان تو بو بيزار يقول لك ماتنو كون بوزوان دو بارتيغ اون فاكونس كون إل فو بيي إن أموند. المهم نفتحو نقلبو على لابورت لادي كانز دي 15 et derrière merde. Il y a des espèces de stabilité. Il y a des espèces de stabilité.
الحدود المغربيه اتبع الخط الاصفر، لكن انت واحد الحمد لله. احمده ونشكره جزيل الحمد لله. لا يوجد احد. الو، ما يمكنش ليك. السلام عليكم. الحمد لله وصلنا المغرب، وصلنا بخير وعلى خير. وما يمكنش ليك تجي المغرب وما تدوش من هنا. شكرا اختي، بارك الله فيك. ميرسي. ما يمكنش لك تجي المغرب وما تاخذش لا كارت. الو، الامتعه. الحمد لله كل شيء داز بخير. ميسي بونجور. السلام عليكم. شكون لي باجاج خويا؟ فين طابي 3؟ انا جورا طابي 3. جزاك الله خيرا. انا جورا. المهم كما قلنا لكم، ما يمكنش لك ما تجيش المغرب وما تلقى ما تدوش تاخذ لا كارت ديالك. المطار خاوي بطبيعة الحال، ما كاين حتى واحد. وغادي نمشيو لو تابي 3 ناخذوا الامتعه ديالنا وشي لها رجال البلاد. الحمد لله وصلنا للدار البيضاء، مطار محمد الخامس. مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، لو فولكان ترونكيل. ولكن مطار محمد الخامس خاوي. هذا هو المطار الخامس اللي كان جي ليه، ولا السادس في هذا الكوفيد، ما بين دو بارسلون دو اورلي، وزد عليها دابا كاسابلانكا. ايوا الباليزه ديالي على ما اظن. ناخذ الباليزا ونكمل المغامره في المروك. اعانكم الله. بينا عندكم في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. الحمد لله الرحلة دازت بخير، الدنيا خاوية، ما كاين حتى واحد. كنتسناو غير مول الصديق ديالنا من لوكاسيون دو فواتير يجي. ايوا كما كتشوفوا الدنيا خاوية 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 خاوية، رغم ما بعدنا الإجراءات مشددة، ولكن ما كاينش الناس بزاف. الحمد لله شايل رجال البلاد. نتمنى الأمور دوز بخير، نتمنى هاد العطلة هادي تدوز بدون مشاكل إن شاء الله. والحمد لله هاد الشي اللي شفناه كيبين بأن المطار ديال محمد الخامس خدام، ولكن في الرالونتي كما كيقولوا. أعانكم الله، تنوصل محمدية ونتصلوا بكم.